سليمة، أنا لؤي سيوة من نيبل، بكمات جبت 18-15 معدل. اخترت تقي بالذات خاطر أنا بوم من البريمير أنا عامل تقي، اخترتها خاطر أولا فما أساتذة فيها نعرفهم وباهين على الآخر كومبيتون يا أخي، هذاك زاد شجعني إني نشارك فيها. ولقيت لي فما اوبتيميزاسيون مثل وترتيب في النيفو نتاع السيريات والنيفو نتاع الدروس وكل شيء افكار وهذاك الكل، هذاك زاد شجعني اني نزيد نشارك في تقي اكاديمي وشاركت من البريمير اني حتى كشي الباك. في الباك اخترت عرض من الاول للاخر، من الاول للاخر هذا فيها كل سيريات نتاع السيلفر والفيديوهات نتاع الكور، وفي معاها اللي تخصه هو كاوفر يعني هي السيونس ديريكت اللي تلقى فيها سيري ماهيش موجوده في السيلفر والجديده فيها حاجات جدد وتصلحوها في كور اونلاين. الكور اللي اونلاين هذا اللايف يخليني حتى نسال حاجات اخرين مثل ما مش موجودين في السيلفر ويجاوبني عليهم البروف. انا صاحبي على الاخر انا بصراحه عجبني وساعدني على الاخر زاده في العمق. اخترت نقرا اونلاين خاطر باش نقرا مثال اتود عادي برشا ماشي وجاي وبرشا تضيع وقت في الكياس وترانسبور وهذاك كله، دونك اخترت الاونلاين يسهل عليا قرايتي، نقرا في الدار وانا مرتاح. والله مونتالمون انا قلت في قلبي ستريس زايد من ستريس، خاطر كان مش ستريسي باش ندخل بعضي وباش نزيد نتفرعس ومانيش نلقى المعلومات نتاعي، دونك احسن حاجه خممت فيها اني يكون بالي مرتاح ونحاول نخدم كالمومو. والله انا عجبتني برشا وحبيت اليوم بالذات نجي خاطر نجم مقابل اصحابي ونجم مقابل بروفيتي زاده ونسلم عليهم ونتعرف على بعض. الله اقرا على روحك ومتخليش روحك مستريسي وديما نظم روحك. الله ديتيكاس لمسي عادل، عادل هلالي، ومسي عماد عقير، ومسي اسكندر نتاع سيونس، هما اللي عاونوني بالقدا في القراية متاعي وحتى سألوا عليا حتى البرة من القراية. زاد ديديكاس لأمي وبابا اللي هما زادوا شجعوني أكثر باش نقرا في تقي أكاديمي، هما اللي عرفوني عليها زاد. والله أنا ناوي نتبع انفورماتيك، نحب نعمل جيني لوجيسيال بعد نطلع ديفلوبور، نحلم إني نحاول نعمل بروجي جديد نشرف به بلادي، نشرف به اللي عاونوني.